احنا النادي العلمي سكيكدا ايتاك لجامعه سكيكدا المختص في الاعلام الالي. قمنا اليوم بتنظيم حدث تحت عنوان بروباث، وين يجمع حامل المشاريع وحامل الافكار وشركات ناشئه، حيث قدموا عروض لشركاتهم وعرفوا الناس على وش شركاتهم وش تخدم. اضافه الى ذلك جاء بعض من الكونفرنس المحاضرات في هذه المواضيع. جبنا الشركات المختصه في هذا الموضوع من لاسيرونس وغيرها، قدموا مساهمات ايضا واضافات في هذا المجال، وقدموا مساعدات لها حاملي المشاريع وجميع من حضر واستفاد وسمع وشاهد هذه المحاضرات. دابخي لي كونفيرونس هادو اللي نداروا والندوات والملتقيات والمعارض اللي رانا نشوفهم سواء على مستوى الجامعات ولا على المعارض الدوليه ولا في بعض الندوات كذلك الجهويه، هنا هذا الاستوديون عنده الفرصه او الطالب الان عنده فرصه انه يقدر يبدا، ما نقولوش على الاقل يجسد الفكره نتاعو على ارض الواقع، على الاقل يبدا يخمم في افكار يمكن تجسيدها على ارض الواقع، لان الفكره مش تجسدها على ارض الواقع لازمك خطوات، على الاقل واحد يحتضنك ولا يوجهك يبين لك الطريق الصحيح لتقدر بهذيك الفكره تقدر تخرج بفكره مشروع. فرق بين فكرة وفرق بين فكرة مشروع يجسد على أرض الواقع، لأنك مش تجسد الفكرة تاعك على أرض الواقع والمشروع تاعك على أرض الواقع، يلزم لك عندك خطة عمل، خطة تسويقية، خطة مالية، خطة إدارية، كما نقولوا لك مراحل تسيير وإنشاء مؤسسة ناشئة أو شركة ناشئة. هادو كامل لازم يمر بهم المقاول الناجح، والمقاول الناجح في حد ذاته لازم تتوفر معه عنده عدة مواصفات. من بين المواصفات اللي يتخلى انه لازم التعليم، المثابره، يحوس يدير ريشيرش، يبقى يبحث في المجال تاع المقاولاتي ولا في المجال في التخصص نتاعو، ما نقولوش المجال المقاولاتي، يبحث على الاقل في المجال تاع التخصص تاعو اللي حايب ينشئ منه فكره على ارض الواقع.